مش حاسس كنت الاسهم اخر سنتي قد حساب هذه الصفوف 2.5 ذي 100 بالنسبه للاراضي ثمت وني غاجه ثمت ذي ني جن غاس ثمت يسغي تتيبنا اي جن اي غاس ثمت يتفتحيت غاس الكتاري ذي جن غاس ثمت التجاره ثمت يسغي تتيبنا فني لا تسكى اي جن غاس ثمت الفلاحه قام الحمد لله من يتوض الفلاحه قيصفوا حق الله سيد حصاد يعني من دي من تطارت مهنه وبالتالي ثمت ني وتتسكيشا ثم إجا إجيت الإنسان التجارة الساغيز نزادي ثم ثاني تتيم من مما الزنز تزكى لسنة واحدة في المذهب المالكي عن غير المذهب المالكي أنه ثم وخاق قيم خاس عامين ترسين يسغى ثم يسغيت 10 مليون يخسيت إجي التجارة وعاد وزيب وباب الناس تقيم ديني عامين ما ترسين واحد من السجا واجي كل عام خاس تزكى في لا إنما هذه رجاء أرغث من منس مني غث منز هذه الصفوف الزكاة لسنة واحدة وحتى منايا يعني أن المذهب المالكي راه عاد ثم نسكو نهار 10 مليون قوالي عامين تسين تفسكو 20 مليون بمعنى أنه حتى الزكاة اللي غتبغى راكيز فالخلاصة القول أن اللي غاجا ثم التجارة من مما يزنز ثم هني أتي زكاة الخدني ويؤتي زكاة لسنة واحدة أحد الإخوة يسقسينا كذلك يسقسينا إننا السلام عليكم في بداية. لدي سؤال السؤال الأول معنا في سبيل الله في آية الزكاة إنما المفعل الصدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها كذا وفي سبيل الله فما معنى في سبيل الله كثير من فقهاءنا في سبيل الله بأنه الجهاد تي الجهاد في سبيل الله الجهاد يعني القتال قتال الكفار والنجل في سبيل الله ولكن كثير من فقهاء النغني العلماء النغني في سبيل الله كل من يخدم الإسلام مرة من يخدم الإسلام مرة من ممكن هذه شي جن قوة غير الإسلام فيعتبر في سبيل الله ويجوز أن تعطى فيه الزكاة بطبيعة الحال استثنان بعض الفقهاء استثنان المساجد المساجد هو هذا سنتشبه الزكاة على أي أن في سبيل الله غاسج المعنى هو الجهاد في سبيل الله الجهاد القتال ثم المعنى العام هو مرة من ممكن أن يخدم الإسلام الدين فهو في سبيل الله ونستثني المساجد المساجد واسن تشبه الزكاة إلا في حالة نادرة ما لقى رضي شان تماث مثلا ديني مسيحيين الطاس المبشرين التنصير موجود مسلمين ضعاف كذا فهذا أنت ممكن أسنني مسلمين هذا وشن الزكاة باش أدبنا أنت مزيداوين دي الحالة السؤال الثاني لدي قطعة أرض اشتريتها سنة 2003 وأريد أن أعرف حكم الزكاة فيها يتمنى إن شاء الله قليل الزكاة الجو بقى جو خس وخاصة تقول 2003 نهار قرر تقول 2010 قرر في 2011 فثم هني يعني هذه تغد سنزد أتسكيد لمرة لسنة واحدة حتى ثم هذا تسكيد تقول 2003 قد تسكيد في جن سجن الثامن نهار تقول 2011 تفكر جن الثامن النغني وبالتالي متغد الصفو متغد الصفو الزكاة نهار يعني غتصوف لي جنس الزكاة طام قرات إذا تينا إن شاء الله عز وجل الإخوة الأخوات بعض الأمور الأساسية يتعلق الزكاة تتصل رب العالمين رزق هذا غير قاعد بسجن يتصوفوا الزكاة تتصل رب العالمين هذيك البركة داينا تعاوننا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمنا وأن يختم علينا بحسن الخاتمة قيمة عنوان أنه أمنتش الزكايا الآية قبينا إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها جليل محتاج فقير ثم رجل ديس ماوس ثم المؤلفة قلوبه مني يلا عاد الإسلام أقثبين وبين فأدى السشد ثم في سبيل الله ممشتغلنا وذينا 8 أصناف والزوج ويتشبه عايز ما ديكش الزكاة غيبابا سنغ ديما سنين واجبة خاصني ينفق وثم غاث ولا يجوز اسني وش الزكاة ثاوى نصدم الزن لا يجوز اسني وش الزكاة لأنه واجب مرة إني غيت واجب خاصني ينفق ولا يجوز اسني وش الزكاة بخلاف ثم غاث مرة انت غنية لاباس خاص غاس عايز فقير هذا ستوش انت الزكاة معليش لأنه انت تواجب واجب خاص تنفق وعايز نزل فما رانش إيوذان إيجان واجب خفي خاص نفق لا يجوز اسنك شغل الزكاة ما لا واجب واجب خفي يجوز بشرط أدي دين سيد أصنف ثمانية إما ذي مسكين نغ فقير نغ ذي سماواس نغ في سبيل الله نغ عابي سبيل إلى آخره هذه
الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الإخوة، إني غايت جشان الحشد تتعلق سي الزكاة، أكن تتصل إن شاء الله باش نوضح أكثر فأكثر. وبالمناسبة دائما تختم الكلمين بأن تشكر الإخوة من الموقع سيغان نت، الإخوة جنواني الكاميرا، ثم نتصل بالعالمين أنا نغي عاون باش نطور الحلقة أكثر فأكثر. وأستسمحكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا تتي غنبدا غنزوالو 16 نرمالا مزيان، غنقل إيا 40 بنادم واي الصفوغ والو، مالا غاسعا قل إيا 40 يزجيفن، سواء رعنزي نير ذا حوريم كيف كيف، سي 40 420 يزجيفن، يخصي تاذي الصفوغ إشتن، أحورين يغتي يخصي نير ذا رعنزي، غنغسي 121 200 هذه الصفوغ اثنين، سي 201 399 سي 201 400 قليشتن هذه الصفوغ ثلاثة، سي 400 500 قليشتن هذه الصفوغ أربعة، سي 500 600 قليشتن هذه الصفوغ خمسة، وهكذا سي 600 700 قليشتن هذه الصفوغ عاود 6، باش كل 100 هذه الصفوغ يشتن، كل 100 هذه الصفوغ يشتن نبدا يكمل. لقتو ان ننتقل غا فوناس، من السواري فوناس نغت سواء فوناس نغت فوناس وني غايتجا بطبيعة الحال، غا قلي 30 واي الصفوغ شا، ولكن من غاسغيو 30 يزجيفن يفوناسن هذه الصفوغ يشتن قناس تبيع، تبيع هو قانتي ويندوزي غايتجا عام، غايا 40 من غياوض غايا 40 يزجيفن هذه الصفوغ يشتن قناس موسينا، وموسينا هو هي ثني غايتجا عامين، فمن غاس غير يا 40 يزجيفن يفوناسن، وزما ذي الصفوغ تبيع وزما ذي الصفوغ اي ندوز غاس عام، وانما ذي الصفوغ موسينا التفغاس عامين. ثم من غيوض غا 60 هذه الصفوغ تبيعان، يعني غادي الصفوغ اثنين سكيني غايتجا اثنين سكيني غايتجا عام، غا 70 هذه الصفوغ يشتن موسينا يشتن تبيع، 80 هذه الصفوغ اثنين موسينا، 90 هذه الصفوغ ثلاثة، وهكذا 120 الصفوغ أربعة الأتبعة أو ثلاثة موسينا. ثم غنغني طاب بني رغمان، واخا نشي نطمح النغدة انت تيوا غنحد زاتنا، ولكن قادي نوي طاب بني رغمان، فوني طاب بني رغمان ما راغاس قلي خمسة واي الصفوغ بو الزكا، ولكن اضوض خمسة هذه الصفوغ احورين يغتي خسي يشتن خور رغمان، خمسة يرغمان ار تسعة يرغمان الصفوغ خسن يجن تخسي نير ذا حوري، سي 10 14 الصفوغ اثنين انتخسوين او اثنين حوريين، سي 15 19 الصفوغ ثلاثة انتخسوين دائما تساوي تخسوين نير ذا حوريين، سي 20 يرغمان 24 يرغمان يصفو خاصن أربعة، سي 25 أدا غيرين أتا في الصفوغ سي رغمان توغ مزوات توغ الصفوغ سي حوريين، ولكن قلو غادي بدا غادي الصفوغ سي رغمان، غانا سي 25 أل 35 هذه الصفوغ غيش نقانتس بنتو مخاض بنتو مخاض قانتي ثرغنت إي غايتجا عام يكمل أتا في ذي ويس اثنين، سي 36 45 الصفوغ غيش نقانتس بنت لابون
وبنت لابون هي تارغنت تكمل عامين قتل في ثلاثة سي 46 رغمان ار 60 هذه السوف واش نقانس حقه والحق هي تارغنت دائما سو خترغنت وجي خورغم تارغنت تكمل 93 قتل في ديابعة ثم غانغ سي 61 ال 75 يرغمان اخصني الصفر جذعة قانت تي ثرغنت يكمل 4 سنين اتل في 5 سنين ثم سي 76 ال 90 اذي الصفر اثنين بنتا لابون وتغنو ميقا بنتا لابون تغنت سي 91 ال 120 اخ هذه الصفر اثنين نلحقات اثنين وتغنى عاود كذلك وميقا نلحقات لنا بنت لابون ثني يدفن ذي 3 سنين ثم الحق ثني يدفن ذي 4 سنين الجذعة ثني يدفن ذي 5 سنين ثم بنت مخا ثني يدفن ذي عامين سي 121 دائما نقن غيكي رغمان وني غا جمع 121 يسجفني رغمان 129 هذا الصف 3 بنت لابون دائما تسفك على كنو بان بنت لابون حقا جدعات ونتهم مثل قال سي 130 ل 139 هذه الصفر غير الحقا اثنين بين تلابون سي 140 ل 149 هذه الصفر اثنين الحقات دي جنب بين تلابون سي 150 ل 159 هذه الصفر ثلاثه الحقات ثلاثه سي 160 ل 169 اربعه بين تلابون سي 170 ال 179 ثلاثة بنات لابون زائد اجن حقة 180 ال 189 هذه الصف 2 بنت لابون زائد 2 الحقات وهكذا المهم كلشي ان شاء الله اقف واضح قبل نوم ثم من نكمل رقتو سمانايا انا مباشرة غا الزكاة العشرة نتفجحت تغنسيو الخاص ذي الدرس رقتو فقط للتذكير غان تقريبا عموما وهو انت تيد المقدار العموم النصاب ندعشوا نتفجحت نلقامح الشعير نتينيغ نتامن الزيتون تقريبا النصاب هو ستيقندان 50 كيلو اللي غاي يجي ستيقندان 50 كيلو غادي الصفر 10 واللي غاي يجي اقل واي الصفر شا ثم المقدار غير الصفر ثفجحت ثابورشت او ثم الزيتون ابوري او الثماريجن تابورشت الصفر خاص العشر يعني تسعة يخفنش يشتن الزكا تسعة ندخون شي يشك ويسخان شتويش عشرة الزكا ولي ذي نشان تفجحت مسقية ومن مسقية من الميتغاس تاخس فنصفو خاص نصف العشر يعني واحد سي عشرين 19 ندخون شي شك إشتن إي الزكاة أو 19 نبدا وثي شك إشتن إي الزكاة أو 19 قنداني شك ويسا قندا 20 للزكاة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله تقبل منا ومنكم ونتطلع سبحانه وتعالى أذي قبر ربي ونغي وشنشان فرانك سواء الزكاة أو الصدقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.